بين النقابتين. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. اليوم راح اعرفكم على ما يسمى بعقد العمل الموحد الجديد اللي صار في من خلاله اتفاقيه ايضا موحده. على كل حال احنا في الاونه الاخيره سمعنا على ما يسمى باتفاقيه العمل المرن او قانون العمل المرن، وايضا اليوم راح اعرفكم على قانون العمل الموحد وتفاصيله مع ضيوفي الكرام. فاسمحوا لي ارحب اولا من يميني الأستاذ منذر السوراني وهو رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة، وعن يساري الدكتور أحمد شوابكي وهو خبير في اتحاد نقابات العمال، وأيضا أرحب بالدكتورة إيمان العكور وهي رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في وزارة العمل، طبعا التمكين الاقتصادي للمرأة. أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. وموضوع أنه نتحدث على ما يسمى ب العمل الموحد قضية في غاية الأهمية، لكن قبل هيك دكتورة إيمان إحنا بنعرف وسمعنا كلنا على اللي هي على وقفة شكرا. هذه الوقفة نفذتها حملة قم للمعلم أو قم مع المعلم ولجنة إنصاف الأجور. خبرينا عن هذا الموضوع في البداية حتى يعني لأنه قد يكون هو سبب في أنه أفضى إلى اتفاقية العمل الموحد. صباح الخير، وطبعا احنا كثير سعيدين انه نحكي عن وقفة شكرا. دائما وابدا وزارة العمل بوقفوا مجموعة من العمال المعترضين اللي دائما بنحس انهم بتعرضوا لبعض المشاكل جوا مؤسساتهم، فاحنا حاولنا نعمل شيء جديد المرة انه يجي عمال يشكروا الوزارة على انجاز تم بمساندة وزارة العمل. هلا الوقفة كانت هدفها انه نقدم شكر للجهات اللي كانت السبب في انجاز العقد الموحد كاتفاقية او ضمن الاتفاقية الجماعية بين نقابة اصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين بالمدارس الخاصة. هلا اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور عشان نعطي كل حدا حقه اشتغلت قبل ما تنتهي اللي هي الاتفاقية الجماعية وبرمت قبل سنتين، وهلا احنا الاتفاقية الجديدة هي تجديد للاتفاقية القديمة وبامتيازات جديدة. لجنة الإنصاف بالأجور اشتغلت ضمن الحوار الاجتماعي مع كافة الجهات ذات العلاقة من عمال وأصحاب عمل ونقابات، وعملت حوار وطني على العقد القديم وإيش المشاكل اللي واجهت تنفيذه، وطلعنا بصيغة يعني درافت لصيغة عقد جديد واتفاقية جديدة قدمناها كلجنة إنصاف بالأجور بشكل رسمي. طبعا لجنة الإنصاف بالأجور وحملة قم مع المعلم بيشتغلوا مع بعض، قدمناها بشكل رسمي. الإنصاف بالأجور لمين هي؟ لمين؟ لجنة الإنصاف بالأجور، لا مش اللجنة، انصاف الاجور لمين؟ مين بدكم تنصفوهم؟ مين هم؟ هلا هي لجنه الانصاف بالاجور لجنه يعني موجوده لتنصف العاملين في كافه القطاعات، لكن هي استهدفت قطاع التعليم الخاص لتركز النساء في هذا القطاع. فعشان هيك احنا بهذه الفتره او بجوز كم من سنه رح نشتغل على قطاع التعليم الخاص حتى ان نحاول ان نوضع بيسك الاساسيات لتنظيم هذا القطاع، وبعد هيك رح نفكر انه ننتقل لقطاعات اخرى واعده او قطاعات بتشتغل فيها النساء او بتتركز فيها النساء وبصير فيها بعض الانتهاكات او بعض التجاوزات. نعم. مغلبينكم المدارس الخاصة؟ لا مش كلهم عشان يكونوا منصفين يعني في مدارس ملتزمة، وعشان هيك كان في عندنا كمان شيء إيجابي إنه إحنا بنفكر كمان نعمل قائمة ذهبية للمدارس الملتزمة، لأنه وقفة شكرا وقائمة ذهبية إنه إحنا ما بدنا دائما نحكي إنه إحنا بس نحكي عن الأشياء السلبية، كمان شيء جميل إنه الناس المتميزين الناس اللي بيراعوا حقوق العمال برضه ينعطوا حقهم ويظهروا للشارع الأردني. نعم. طيب أستاذ منذر، حضرتك نقيب نقابة أصحاب المدارس أو رئيس نقابة لأصحاب المدارس الخاصة، في كانت مفاوضات سبقت الاتفاقية اللي هي العقد الموحد، صح؟ إحنا حابين نحكي شوي على صياغة الاتفاقية الجماعية لقطاع التعليم الخاص، كيف صغتوها وعاي أساس؟ وهل الموضوع يمكن تجزئة قطاع خاص تعليم خاص وتعليم عام؟ يعني خلينا نبدأ في البداية الصحيح. طيب يعني إحنا رؤيتنا يعني في النقابة تنسجم مع رؤية وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم كرؤية، وهي رؤية مشتركة. الهدف تنظيم هذا القطاع، الهدف، وزي ما حكينا في الماضي هي مش معركة بين طرفين. صحيح. حقيقة احنا نهدف انه نعمل استقرار في قطاع التعليم الخاص، وقطاع التعليم الخاص قطاع كبير منتشر. لكن نرجع لعقد العمل حقيقة، يعني كانوا عاملين الاتحاد العام لنقابات العمال عاملين عقد درفت مسودة
كان لنا يعني رؤية تختلف، فاعتمدنا العقد الماضي مع تعديلات بسيطة عليه، وتم بالتفاهم الصحيح والتراضي، ومشكور وزير العمل والأمين العام والإخوة في وزارة العمل كانوا مشكورين، يعني أنه يعني أبعدونا شوي عن الصدام، يعني بمعنى أنه إحنا اقتربنا منهم حتى لا ندخل على موضوع اللجنة الثلاثية اللي هي موجودة بنص القانون ممكن تتخذ إجراء يتعارض مع توجهاتنا. والحمد لله يعني حققنا شيء للمعلم، مثلا وضعنا 10 دنانير على التعليم حتى للمعلم، يعني ميزنا المعلم عن العامل بال10 دنانير، وعطيناهم زيادة سنوية 5 دنانير اعتبارا بداية العام الدراسي القادم، وعن كل سنة خبرة 5 دنانير. الميزات اللي قدمناها احنا بالتفاهم مع وزارة العمل كانت كثير يعني يعني واضحة ومرتبة، وأعطت حافز للمعلم، لأنه إحنا كأصحاب مدارس خاصة نبحث عن استقرار المعلم الجيد في مدارسنا. مظبوط. ما بدنا يتنقل مشان 5 ليرات و10 ليرات. فكان في تفاهم واضح بيننا بين وزارة العمل، وحقيقة أعتقد أنه كل هذا الحكي تم بخلال 3 جلسات، إذا يعني 3 جلسات، وخرجنا بعقد عمل واضح مرتب. هو العقد بالقانون كل سنتين بتغير مرة، لكن إحنا يوم تم التفاهم مع وزارة العمل في عنا رؤية داخلية لنا أن لا نعيد تعديله في المستقبل، من حيث في ظل الظروف الحالية والمعطيات لا تكون هنالك زيادات بعد، يعني أنا بحكي من الآن، لأنه الزيادة اللي استحق المعلم إذا بتحسبيها لرواتب 400 و300 و1000 و2003 زيادة حقيقة يعني الحكومة بس دفعتها. ليش هم بيزيدوا بالأقساط معناته؟ ما بيزيدوا بالأقساط، في زيادة في الأقساط للمدارس معناته في زيادة للمعلم. احنا طمع في أولاء الأمور. هلا هذا بدخل على كل حال، على كل حال احنا بس بدنا يعني احنا بنعرف انه قطاع التعليم الخاص يعني ماخذ كتف كويس في وزارة التربية والتعليم، وفي مدارس خاصة يعني نرفع لها القبعة في أدائها وأداء معلمينها وحياديتها وامتيازاتها والامتيازات اللي بتعطيها للمعلمين وأيضا المخرجات التعليمية. لكن بضل نتحدث مع الدكتور أحمد كونك خبير في موضوع النقابات وخبير في العقود، يمكن خلينا نحكي عن العقد الموحد، نحكي عنه ونحكي عن الامتيازات اللي تضمنها، وقديش مدى رضاك يعني خبير في مجال النقابات وفيما يتعلق باللي حكى الأستاذ منذر. شكرا. أولا هذا العقد جاء هو بموجب اتفاقية جماعية عقدت بين نقابة العميل في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، واللي القانون فوض هاتين النقابتين بالتوقيع على مثل هذه العقود، وهما بالقانون حصرا هاتان النقابتان هما المعنيتان بتوقيع هذه العقود اللي تشمل العميل في قطاع التعليم الخاص. طبعا الجزء الأستاذ منذر جزء أشار لبعض الامتيازات اللي جاءت في هذا العقد وميزه عن العقود السابقة. طبعا لأول مرة تستحدث علاوة التعليم، العقود السابقة لم يكن هناك موجود شيء اسمه علاوة التعليم، هذه لأول مرة تستحدث طبعا تمييز وتكريم لقطاع التعليم وخاصة في مجال التعليم الخاص، واللي هي 10 دنانير تنزل على الراتب الشهري اعتبار من العام الدراسي القادم ولمدة 2 سنتين دراسيتين قادمتين. أيضا كان قبل عندنا الزيادة السنوية، كان في عندنا زيادة سنوية 3%، الآن تم رفع هذه الزيادة السنوية 5% على الراتب الإجمالي، الراتب الإجمالي وليس الراتب الأساسي. الراتب الإجمالي 5%، طبعا وضع لها سقف، سقف 40 دينار. أيضا من الامتيازات أنه هناك تشجيع المعلم على الاستمرار في العمل في نفس المدرسة، أنه من يبقى في المدرسة يعني يمنح 5 سنوات عن كل سنة خبرة يستمر فيها في العمل. 5 دنانير عن كل سنة خبرة. 5 دنانير. لكن إذا عمل في مدرسة وانتقل إلى مدرسة أخرى يتقاضى 3 دنانير. واللي يستمر في نفس المدرسة 5 دنانير. كويس، هاي حوافز يعني حوافز. أيضا يصير في استقرار في العمل في المدرسة واستقرار في عمل المعلم كمان. أيضا
احنا علاقه التعليم مقتصره على المعلمين والمعلمات فقط، لكن بالنسبه للزياده السنويه 5% وبالنسبه لزياده علاوه الخبره او زياده الخبره او امتياز الخبره اللي ورد في القانون في الاتفاقيه في العقد الموحد، هذه تشمل جميع العاملين بغض النظر سواء كان معلما او اداريا او سائقا او فنيا، كل جهاز او كل من يعمل في قطاع التعليم الخاص يعني يتمتع بهذه الامتيازات. ايضا يعني ثبتنا في هذا العقد نصوص قانونيه، صحيح انه احنا مرجعيتنا في اتفاقيات العمل الجماعيه وفي العقود الموحده قانون العمل، لكن مرات ياتي للمعلم او السائق او الاداري في المدرسه الخاصه يوقع العقد، لكن ليس جميعهم لديه الاطلاع التام والمعرفه الكامله ببنود قانون العمل واحكام قانون العمل. فثبتنا في هذا العقد ملحق بنصوص قانونية حتى لما يوقع العقد يقرأ هذه النصوص اللي تعارض قضية مثلا الإجازات، قضية إنهاء الخدمة، قضية متى ينتهي عقد العمل، يعني حتى يكون هو على بينة عندما يوقع هذا العقد حتى لا يقع في إشكالية في التعامل مع المدارس الخاصة. وهي مهمة، بس عذرا للمقارنة أنا بدي أحكيها ويمكن قد يعني تفندوا ما اللي بدي أحكي فيه. هلا بتروح تعمل تأمين لسيارتك، بعطوك العقد اللي بتقرأه، جيت قلت لهم انا بتمزحوا انتم، والله بدها مش مكبر، بدها تلسكوب حتى تعرف تقرا البنود. فبالتالي ادق التفاصيل، مش بس تفاصيل، وهو مكتوب بخط صغير حتى انت يعني ما هي نوع من انواع انه يلا خلص ما انت مش حتقراه كله. كمان هاي قضيه مهمه انه لما يتعين المعلم، لما يتعين من يعمل، انه ينقرا عليه حقوقه، زي لما بتروح على دائره الاراضي بيقرا عليك حقوقك وانه بعت بهالقد ولو امبارح يعني في تفاصيل اخرى يجب ان يتم الحديث فيها، مش بس يلا اقرا ما انت بتوقع العقد وبتاخده، ما بيعطيكش نسخه منه من يعمل. هاي مهمه دكتور. يا ستي في العقد حطينا نص، هذا العقد يعني بيكون على 3 نسخ، نسخة للمعلم أو المعلمة، ونسخة للمدرسة، ونسخة تودع لدى إدارة التعليم الخاص وزارة التربية والتعليم، يعني إلزامي، هذا نص ملزم. والعقد الموحد والاتفاقية الجماعية التي يعني ألحق بها هذا العقد هي جزء من القانون وملزمة التطبيق، واجب التطبيق على كل صاحب عمل، حتى في القانون رتب مخالفات وغرامات على من يخالف أي بند من بنود أحكام هذه الاتفاقية أو العقد. نعم. طيب دكتورة إيمان، كونك يعني رئيسة قسم التمكين الاقتصادي للمرأة، قديش بتحسي أنه هذا يعني ما تم من العقد الموحد سيكون نقطة إيجابية لصالح عمل المرأة؟ وإحنا بنعرف أنه المرأة تعمل في قطاع التعليم وقطاع التعليم الخاص بشكل خاص أكثر بكثير من يعني أو العدد أكبر يمكن من القطاعات الأخرى، قديش رح تحسي أنه حينعكس إيجابا؟ هلأ إحنا كتير متفائلين بأنه يعني انه يكون دافع من دوافع انه العدد كبير من المعلمات اللي بينسحبوا من قطاع التعليم الخاص انهم يستمروا بالعمل مع وجود هذه الامتيازات ومع وجود منظومه الحقوق الجديده اللي رح يحققها العقد الموحد. بس زي ما حكى الدكتور احمد كثير مهم نوعي المعلمات بهذا الشيء، وعشان هيك يعني احنا كمان بوقفه شكرا اطلقنا بدايه حمله اعلاميه رح ننفذها لجنه الانصاف والاجور مع حمله قم مع المعلم، نوعي المعلمات بكل بنود العقد الموحد وحقوقهم اللي بتضمن. وهذا استثمار كمان، والاستثمار يجب أن يكون هناك في جدوى اقتصادية منيحة. قديش رح كمان العقد الموحد رح يعمل استقرار في عملكم كأصحاب مدارس خاصة؟ يعني احنا طبعا نبحث على الأحسن. نبحث عن التنظيم للجهتين. نبحث للجهتين. على الإبداع للطرفين. لكن بدي أعقب على عقد العمل، يعني احنا كمان حققنا أكثر من مكسب كأصحاب مدارس خاصة. وضعنا تجربة 45 يوم مثلا. العطلة الصيفية أوضحناها للناس أن العطلة الصيفية حق المدرسة وليس للمعلم، كان أول في خلط في ذلك، لأنه إحنا إذا حسبنا العام الدراسي هو عبارة عن 6 شهور عندنا في مدارسنا، بينما زميله الآخر في أي مصنع في أي شركة عم بيداوم 12 يعني شهر. مزبوط. ففي يعني تفاوت، فإحنا حققنا نوع من العدالة بهذا، يعني نظمنا الأمر، يعني حتى المعلم يعرف شو حقوقه واحنا عارف شو علينا واجبات. صحيح. لكن الان اي خلل بيحصل في قطاع التعليم الخاص مش احنا مسؤولين عنه، مشان احطك انا بالصوره، ولا وزاره العمل، المعلم نفسه. هو عاقل ومدرك ومتزن ويعرف حقوقه، بده ياخذ العقد وبده يقراه وبده يوقعه. صحيح. حتى لانه ما بصير انا وانت والثاني والثالث نكون احنا يعني عباره عن موجهين له. هذا الحكي لا يجوز في فتاه او معلمه خلصت جامعه
ولا لا يعني. ففي عليها دور هو كبير، لكن احنا في النهايه يعني الهدف الرئيسي من كل ما حصل، كان في الماضي عندنا اشكاليات قبل حوالي من عام 2000 او 2001 كان عندنا اشكاليات في المدارس الخاصه، يعني ياتي صاحب مدرسه يوقع على معلمي الشك ب 10,000 اذا تركت مثال. هذا حصل عندنا قضايا. هذا العقد جاء عقد تنظيمي صحيح، ووضح قانون العمل الاردني والعلاقه بين كل من يعمل مش المدارس الخاصه، انا بحكي قانون بشكل عام في كل من يعمل في القطاع الخاص. لكن احنا دائما المدارس الخاصه يعني النظره يعني بنعتبرها دائما احنا بين بعض انه نظره غير ايجابيه تجاه المدارس الخاصه. فكل حديث المجتمع الاردني المدارس الخاصه المدارس الخاصه المدارس الخاصه، بينما احنا جزء من المجتمع واحنا جزء من التعليم الحكومي. أبداً لا يجب انكار، انا يجب يعني لا جهدكم ولا على كل حال يعني لنا حديث اخر، لنا حديث اخر ان شاء الله لما يعني نشوف نتائج ايجابيه فيما يتعلق بهذا العقد الموحد او الاتفاقيه بشكل عام. شكرا جزيلا استاذ منذر، شكرا دكتور احمد، شكرا دكتوره ايمان، شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا لجهودكم.